السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار، ومرحبا بالناس اللي هم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي هم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على رئيس الاتحاديه عماره، وين يكشف مستجدات في قضيه ملف الطعن لاعاده مباراه الكاميرون. حنا واش نقولوا؟ حنا نتمناو ان شاء الله. اش غادي نقول؟ ماذا بينا انا واحد من الناس راني قاطع الناس خاطر على باش هكا نطمع روحي 100% هكا وصاييكم انه ونتخيلوا كيما كنا نتخيلوا من ربحنا الكاميرون، ولينا نتخيلوا الكاميرون نضربوها بثلاثه هنايا، وليت نتخيل باللي الجمعه العشيه ندير فيديوهات على القرعه على لي زيك اللي غادي يطيحوا معاهم على منا على منا. تهبل ولا تهبل من راسك ولا اي لا جات مرحبا بي. انا 17 18 يكون على بالي خبر، هذه نقولها لكم 17 18 يكون على بالي بصح الا جات مرحبا، ما جاتش والله ما على بالي كاع. واش غادي دير؟ راسي خاصة دراهمها بيومي قدام لي يلعبوا الماسك الكاميرون. هنا كان لي 18 مليار، كان لي 18 مليار قدام لا يلعب الماتش تاعو تاع الكاميرون لهنا، كان لي دراهمو. وانكشف رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم شرف الدين عمارة سهرة أمس الأحد في تصريحات إعلامية بعد نهاية المباراة الجزائر وطوغو الودية مستجدات قضية ملف الطعن المقدم لدى الاتحاد الدولي للعبة من أجل إعادة مباراة الجزائر والكاميرون. يا خاطر كان يبغوا على بالك، كان يبغوا الاحلام الورديه، وحنا هذيك احلام ورديه والله ما على بالي انا باش نقول لك باللي نعطيك واش انت تبغي. كان يبغي كاين لا بغات تكذب عليه يقول له غادي نعاودوا الماتش غادي من يولي يبغيك هكا. كاين اللي كانوا يهضروا يقول لك باللي الماتش غادي ندو مي قربت شام يديروا لكم؟ قال لكم جماعه محكمه دوليه كاين هذوك جماعة تشيني كيطوبو كلاب شام يقول لك ذروك، راهم حاصلين قال لك الصحافة الجزائرية مشاي تضغط، وقال لك والمصريين راهم يضغطوا. يا واد الهايشة، كاين دي فيديو تاع مصريين يهضروا على الجزائريين، قال لك الصحافة والشعب الجزائري والصحافة راهم ضاغطين على هما مصريين. انتايا راك تقول باللي مصريين راهم ضاغطين، هما مصريين بروحهم قنوات وكلش راهم يقولوا بلي الجزائريين مزارقين. تما انت تكذب، انتوما راه شت كيفاش راهم يوجدوا. الا ما ديناش الماتش الصحافه الجماعه بيزيدوا شنو يديروا لكم فانيك؟ هادو الناس راهم يكذبوا عليكم كاع، هما يكذبوا عليكم تاع صحاب اسيست وكونترول وكلش. مي ما صابوش اسيست وكونترول، الناس مشات ماركين، الناس ديكوتات وكلش. صحيح دونك شنو دوروها لكم المباراه ندوها بيدوكم. شو راه في كان شو راهم في كان شو راهم يخدموا بكم حقائق. اسمع بوذنيك، اسمع رئيس اتحاديه اش قال، اسمع رئيس تاع اصحاب الفار اش قال، واسمع تاع اللي خلق السفاره اش قال، اسمع من الناس اسمع منا. هيا دروك شنو يوجدوا؟ أو يوجدوا يحصلوها في الصحافة. أنا مانيش مع الصحافة الجزائرية بصح يوجدوا يحصلوها في الصحافة. الصحافة ما خدمتش خدمتها من بعد يومين بعد شنو يوجدوا لكم باللي القضية غادي نجيبوها من الطاس. إي كيما هاكا دايينكم تيدخلوكم في التحويلات الصيفية، من التحويلات الصيفية يدوكم للتحويلات الشتوية، إي كيما هاكا تفوتكم ديموند، تجيكم ديموند يولي يهدر لك على لي زيكيب الآخرين الجزائر، كاع باش يجيب عليها، كاع باش يجي يسمع. يا ودي غير يا ودي كويس يبغي لي كاين يخدم على روحو في القناة تاعو، عنده غوارديولا محرز بن ناصر، كويس يبلي زابوني تاعو هذوك اللي يتبعو تاع غوارديولا محرز بن ناصر، كويس يبهم يتبعو. يعني راحوا سايكرا راهم يتبعوا في مازالوا يتبعوه يهدر لهم على محرز وغوارديولا كلش. يا ودي والله ما يجيب على الجزائر كاع كيما كانوا يخدموا بكريا، كيخدي يهدر لك دات فيفا ومن بعد الجزائر ما يجبدش عليها، تجي دات فيفا يجبد عليها هذا مكان. كيما ضرب بمكاشي راه لاهي لك حقائق اروع عندي انا نقول لك. شنو تقول؟ راكم تكذبوا كاع
قاعدي نقول لك دي مونتير، انتوما دي مونتير، انتوما كذابه تكذب. انا عيط لي واحد قال لي شو بي كيفاش مش راك تعطي معلومه؟ تاعش معلومه، ما كاش معلومه، تاعش معلومه. شكون يكذب عليك؟ شكون؟ هيا وري لي شكون اللي يمد الحقائق. اش عمل واحد يعيط يقول لي شو بي مش راك او على ما تنتناش معلومه؟ تاعش معلومه، ما كاش معلومه، ما كاش. البيلون اللي رسلاته الاتحاديه ما كاش اللي على باله، الملف اللي رسلاته ما كاش على باله، مش كاين شافيه والو والو والو. الناس ولا تكذب كي البغاله، الناس كان اللي يكذب كي الحمار على بالك. هذو كانوا يكذبوا على غوارديولا محرز، من بعد ما ينكشف الامر تاعهم دوروها قاساما الفار انفيرتينو اخرى. تيبه يهدر لك على انفيرتينو، تحسب باللي هذا راه يهدر على انفيرتينو، تحسبه باللي انفيرتينو كل يوم يعيط له يقول له ربي راه جيب لي الخبز. الو وين راك؟ يقول له راني طالع في الـ في الـ في, الـ في العدبه. يقول له ربي ربي دهم ذاك الحانوت في سي صغير جيب لي معاك الخبز. تحسب كيما هكا. وين نعاودوا نولوا للشاب ديال العماره وفي ردي الناس كاع محصله في الشاب ديال العماره، ما على بالوش باللي 35 مباراه انحسبت على بالماضي، والخسارات تحسب على 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 مخرج وعلى الشاب ديال العماره. وفي رد على السؤال المتعلق بالترقب الكبير الذي يعيشه غالبية الجزائريين بخصوص رد الاتحاد الدولي لكرة القدم إما بقبول أو الرفض دراسة الطعن الفار، قال عمارة إنه لا أحد يعلم ما سيصدر من الفيفا يوم 21 أبريل الحالي. وتفاءل عمارة بمصير ملف الطعن الذي قدمته الاتحادية الجزائرية للعبة لنظريتها الدولية، مؤكد أنهم استعانوا بخبراء يعني مستشارين قوانين لصناعة المضمون الطعن من أجل استرجاع حق المنتخب الوطني الجزائري جراء الظلم التحكيمي. ومن المقرر أن تفصل هيئة الاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 21 أبريل الحالي في ملف الطعن المقدم له من نظيره الجزائري والمتضامن يعني تضامن ضد الظلم تاع ضد الحاكم، يعني وين الملف تاع ظلم الحاكم يعني القسامة الذي ذبح الجزائر في ملعب بليدة بأخطاء تحكيمية فاضحة حسب الناس اللي شافوا. وتوضيح ولتوضيح الأمور أكثر للجماهير الجزائرية المرتقبة المترقبة بشغف كبير ما سيخلفه الملف الطعن، فإن 21 أبريل 2022 سيكون تاريخ لرد الهيئة الفيفا إما بالقبول أو الرفض دراسة الملف، وليس للفصل نهائيا في قضية إعادة المباراة من عدمها كما يعتقد الكثيرون. وأحدث الملف الطعن الاتحاد الجزائري للعبة لدى نظيره الدولي انفيرتينيو، يعني وخاصة انقسام كبير في الرأي خبراء والإعلاميين وجميع المتتبعين لقضية، بالنظر إلى السرية وغموض الذي يلف مضمون الطعن. خاطش علاه قلنا لكم بلي ناس يقول لك بلي يا ودي ما كاش اللي على باله، ناس يتكذب وصايك. والله ما كان اللي على باله شتا كاين في الطعن، والله واحد ما على باله. هذه متاليقه تاع ارواح عندي نعطيك حقيقه، ما كاش اللي على باله شتا كاين. الناس ولا تيري وصايك مونتير، بنادم كذاب يكذب وصايك. وضروا قام يقارعوا مي مكان والو، قال لك ندوها هذو هما اللي في تقعد الحكايه كيما هكا، تقعد الحكايه كيما هكا في تخرج حاجه يزيدوا يلهوا فيها. تعلم كي ديك الذبانه الزرقاء هذو الناس هذو. على اللي نقول لكم يا ودي ما كاش اللي عنده الحقائق، الناس كاع كذبت عليكم. واليوم قاع يحوسوا هذوك كيما هذاك اللي قال لهم محرز في البارسا، ومن بعد قال لهم بوجح رسميا في البارسا، ومن بعد قالوا له علاش تكذب، خرج قال لهم لا تاع قاطر، ومن بعد قالوا له علاش تكذب، قال لهم اودي الشعب الجزائري يفرح من بوجح ما راحش. يا ودي انت غابر روحك، انت تهدر وانت غابر وانت تجيب وانت ما كانش غابر، انت غابر روحك. جماعه تشيليكيتو
بعد يجي يقول لك اودي شوبير قال اقسم بالله لا غادي نربحوا. واه انا قلت غادي نربحوا، خاصه حتى نربحنا ان زيرو. قلت انا يا بالك هذا بالماضي يسقم عقله صايق غادي يخدم يقلع العاطفه يقلع. بصح من بعد عرف بلي اودي العاطفه ساكنت له في